بسم الله الرحمن الرحيم. بنواصل تسجيلاتنا بالتسجيل رقم 7، بنواصل شرح شابتر 6 اللي هو عن التايم دومين اناليسيس. كنا بدأنا الأول عرفنا وات از ذا تايم دومين اناليسيس، وكلمنا عن ان احنا to investigate the behavior of the system in the time domain we apply certain input signal، وقلنا انه الكلاسيكال سيجنال موست ابلايد اللي هي الانبوت ستيب فانكشن، وجبنا اللابلاس ترانسفورم بتاعها، وفهمنا البروسيجر اوف فايندينج ذا ريسبونس اوف ذا سيستم تو ستيب انبوت. وبدانا اتكلمنا عن الانتجريتنج ممبر وعن الفيرست اوردر ممبر، هاو تو فايند ان اناليتيكال اكسبريشن فور ذا ستيب ريسبونس اوف ذا انتجريتنج ممبر اند اوف the first order element. النهاردة هنواصل كلامنا وهنبدأ بالكلام عن ال second order system. عارفين كويس قوي انه ال typical shape of the transfer function of the second order element بيبقى البسط فيه constant، المقام بيبقى فيه polynomial من الدرجة الثانية، وقدامنا حالة من اتنين، إما إن الـ coefficient of S squared يكون 1، وفي الحالة دي يبقى الحد المطلق هو أوميجا N squared. البسط الـ gain multiplied by أوميجا N squared. الـ coefficient of S 2 زيتا أوميجا N، where زيتا is the damping ratio. أوميجا N is the natural frequency. And the K1 is the gain of the transfer function. كل الكلام ده احنا معرفينه. أو إن يبقى الحد المطلق بواحد. ودي هي نفس العلاقة حرفيًا، لكن كل ما في الأمر إن احنا قسمنا البسط والمقام على أوميجا إن سكوير. فبقى الشكل بتاعها كالآتي: If this number is 1، الحد المطلق بيساوي 1، يبقى البسط فيه K1 اللي هي الجين of the transfer function which is the steady state relation between the input and the output، والcoefficient of S squared هيبقى 1 على أوميجا N squared، والcoefficient of S هيبقى 2 زيتا على أوميجا N. Both of these expressions should be known by heart. طبعا ممكن تحفظ واحد وتستنتج التاني منه بسهولة. عشان نجيب الـ step response، الأول we apply an input step of magnitude K2. وبقينا عارفين دلوقتي أن كنوتيشن K1 is the gain of the transfer function. K2 is the magnitude of applied step. يبقى معنى كده انه بما ان الاوتبوت على الانبوت بيساوي G of S، بدل الاوتبوت بيساوي G of S multiplied by the input in the Laplace domain or the transfer function, the Laplace transform of the input. لان الترانسفير فانكشن فيها ايه؟ y على x بيساوي g of s اللي هي transfer function of the second order element في الحالة بتاعتنا دي. معناها ان ال Laplace transform of the output capital Y of s بيساوي ال transfer function multiplied by the Laplace transform of the input اللي هو capital X of s. يعني ال Laplace transform of the output بيساوي transfer function multiplied by the Laplace transform of the input. يبقى اذا هنا هيبقى في عندنا K2 في G، هيطلع الاكسبريشن ده. عشان نجيب الانفرس لابلاس ترانسفورم لازم نحط الاكسبريشن ده في شكل بحيث الاقي كل مكوناته موجوده في التيبل، في تيبل اوف لابلاس ترانسفورم اللي حضراتكم حافظين اول 8 صفوف منه. وبالتالي هنطلع باكسبريشن بالشكل ده. K1 K2 هنسميها K. احنا اتفقنا انه في الحالة دي K is steady state value of the output. و زي ما شفنا في حالة الـ first order element. و هيبقى عندنا K مضروبة في B على S plus A1 على S minus P1 squared A2 على S minus P2 squared where P1 and P2 P sub 1 و P sub 2 دول الروتس بتاع الـ characteristic equation of the transfer function. ودول هنجيبهم ازاي؟ دول بتطبيق القانون، لان دي تيك كير انا عاوز اجيب P1 و P2.
سهل بي على اس بي ما اعرفوش هجيبه من البارشال فراكشن اكسبانشن. لكن بي 1 وبي 2 هنجيبهم ازاي؟ الاول هنجيب التو روتس من القانون. القانون بيقول ايه؟ اذا كان عندك سكند اوردر بولينوميال اس سكوير، يبقى لو الحاله العامه اي اس سكوير بلس بي اكس، اي اكس سكوير بلس بي اكس بلس سي بيساوي زيرو، يبقى في الحاله دي اكس هتساوي ماينس بي بلس اور ماينس الجذر التربيعي بي سكوير ماينس 4 اي سي على 2 اي. بتطبيق الكلام ده هنحصل على انه بي 1 بتساوي هذا المقدار، بي 2 هتساوي هذا المقدار، و بالتريتمنت بالليمتس بالابروتش اللي احنا اتعلمناه في شابتر 2 هاو تو فايند ذا بارشال اكسبانشنز، هنطلع ان اي 1 بهذا المقدار واي 2 بهذا المقدار وبي ايضا بهذا المقدار. يبقى معنى كده ان احنا ببساطه شديده قدرنا نحصل على الاتي، انه لابلاس ترانسفورم بتاعنا، لابلاس ترانسفورم اوف ذا اوتبوت، هيساوي مقدار ثابت في بي على اس بلس اي 1 على اس ماينس بي 1 بلس اي 2 على اس ماينس بي 2. بي هتطلع انها بتساوي واحد، انها ليميت اوف لما اس تساوي الى زيرو. مش هيعيد كلام عن اسلوب حساب البارشال فراكشن اكسبانشن، هكلمنا عنه كتير واتمرنا عليه. فبي طلعت بواحد، يبقى عندنا كي في واحد زائد اي 1 اي تو ذا بي 1 تي بلس اي 2 اي تو ذا بي 2 تي. يبقى بقى لنا دلوقتي ان احنا نجيب اي 1 واي 2 وبي 1 وبي 2. اي 1 واي 2 من هنا، بي 1 وبي 2 من هنا، ده اي 1 بي 1 وبي 2 من القانون، اي 1 واي 2 من البارشال فراكشن اكسبانشن. حضراتكم اللي بيشاهد الفيديو ده يتوقف دلوقتي ويجيب البي 1 والبي 2 بتطبيق القانون. كلمه القانون دي بقت عرف عندنا، على how to find the two roots of a second order polynomial او equation اللي هي characteristic equation of the second order system. تعالوا نبص الأول لـ P1 و P2. أول حاجة هتقابلنا إنه الـ damping ratio لها عدة حالات. تعالوا نتعرف عليها الأول كده عشان نميزها. هنعمل run لبرنامج صغير كده اللي هو بيوضح لنا تأثير الدامبنج ريشيو. أنا عندي second order transfer function، دي الحالة العادية بتاعتها، ناخد دي على سبيل المثال. لما يكون الكوفيشنت اوف اس سكويرد بواحد يبقى الحد المطلق هو اوميجا ان سكويرد، يبقى إذا اوميجا ان هنا بتساوي 4. اوميجا ان سكويرد 16. البسط هيبقى الجين في اوميجا ان سكويرد. يبقى الجين اللي هو كي 1 بيساوي 2. حضراتكم هبعت لكم الريكورد ده ومعاه الفايل ده. وبعدين المقام اس سكوير بلس 2 زيتا اوميجا ان، 2 زيتا اوميجا ان اس بلس اوميجا ان سكوير. يبقى من هنا اقدر اقول الاتي، انه في السيستم ده زيتا بتساوي سالب 0.2، وهنا زيتا اللي هي الدامبنج ريشيو بتساوي 0، وهنا الدامبنج ريشيو بوزيتيف لكن اقل من الواحد، وهنا الدامبنج ريشيو بوزيتيف بتساوي 1، وهنا الدامبنج ريشيو بوزيتيف وبتساوي 2. يعني اذا في هنا نيجاتيف دامبنج، زيرو دامبنج، دامبنج اقل من الواحد واكبر من الزيرو، ده بنسميه اندر دامبت. دامبنج بيساوي 1، دامبنج كوفيشنت بيساوي 1، بنسميه السيستم ده كريتيكالي دامبت. دامبنج ريشيو بتساوي 2، السيستم بنسميه اوفر دامبنج. تعال نشوف الريسبونس يبقى شكله ايه. اولا وات اف ذا دامبنج از نيجاتيف. كلمه دامبنج از نيجاتيف معناها انه المقام او الكاركترستيك ايكويشن اوف ذا سكند اوردر سيستم فيها نيجاتيف المنت. اول ما يظهر فيها نيجاتيف المنت السيستم از انستابل.
عشان كده لما حسبنا الستيب ريسبونس بتاع السيستم ده طلع بهذا الشكل، طلع ان هو السيستم الاوتبوت بيزيد الاوسيليتور بيزيد على كده الاتي، ان احنا وي هاف ابلايد ستيب انبوت اوف ماجنتيود 3، يعني ذا ماجنتيود اوف ابلايد انبوت از باوندد، باوندد يعني ما بتعداش ليميت محدد وات ايفر ات از، لان الاوتبوت is unbounded لأنه بيزيد مع الوقت. Then this system is unstable. Stable system. What is the definition of a stable system? By applying a bounded input, the output should be bounded. لكن واضح إن هنا إن the output is not bounded. يبقى إذا معنى كده إن this is unstable system. يبقى if the damping ratio is negative, the system is unstable ايا كانت قيمه الدامبنج ريشيو. الحاله الثانيه فور زيرو دامبنج، فور زيرو دامبنج معناها ان كل سايكل هتبقى زي الثانيه ما فيش اي ديسيبيشن اوف انرجي. نشوف كده الريسبونس هيبقى شكله ايه. اوسيلاتوري ثيوريتيكالي ذيس از ا باوندد سيستم، لكن براكتيكالي ات از يوزليس. لما تكلمني عن انك بتتحكم في الديسبيسمنت اوف روبوت ارم علشان تعمل ماشينينج اكشن في بوينت معينه وتلاقي الروت التول بتتحرك ساينوسويدالي ما بتتوقفش، يعني كده ملوش اي قيمه بالنسبه لنا، لكن ات از ان اوسيليتور سيستم ده الوصف بتاعه. يبقى اذا زيرو دامبنج ذا سيستم فور ستيب انبوت ذا اوتبوت is oscillatory. طيب نيجي للحالات الثلاثة المفيدة بقى. نشوف هنا لو الدامبنج بوينت 3 بوزيتيف أكبر من الزيرو لكنه أقل من ال 1، شوف الريسبونس هيبقى شكله إيه؟ الريسبونس هيبقى فيه أولاً المفروض إنه يستقر عند قيمة مقدارها كام؟ K1 K2. K1 بكام؟ K2 بثلاثة، K1 باثنين، اثنين في ثلاثة بستة، يعني الفاينل ستيدي ستيت فاليو هتساوي K1 K2. شفنا الكلام ده في حالة الفيرست اوردر إليمنت وهنشوفه لما نجيب الإكسبريشن فور ذا سيستم ريسبونس أوف ذا سكند أوردر أناليتيكالي. نشوف يبقى إذا إف ذا دامبنج ريشيو إز positive less than 1 but the system is said to be an under damped system and the response is oscillatory. طب what if the damping ratio equals to 1؟ هنلاقي response بقى equal to 1 هنا. هنلاقي ان response بتاعنا بقى ايه؟ تلاحظ ان response approaches exponential steady state value. وده بيبقى اسرع ريسبونس. الخط ده هو الخط الفاصل، لانه if the damping ratio is less than 1 هيبقى فيه oscillations. If the damping ratio is greater than 1 السيستم بيبقى ابطا في الريسبونس زي ما هو كده. اذا كانت الدامبنج ريشيو 2 فبنقول ان this system is over damped والريسبونس بتاعه بيبقى بالشكل ده. تعال نشوف بقى تجميع الثلاثة المهمين بتوعنا هم. هنلاحظ الآتي إنه عندي ده اللي هو الكريتيكال اللي هو الدامبنج ريشيو بتساوي 1. هنا دامبنج ريشيو أكبر من 1 بياخد وقت أطول عشان يوصل للسيدي ستيت فاليو. هنا دامبنج ريشيو أقل من 1، دامبنج ريشيو أقل من 1 يبقى معناها ايه؟ معناها ان ده اندر دامبد. يعني ايه؟ هنشوف دلوقتي حالا انه السيستم ده بيعمل اوفر شوت. يعني ايه اوفر شوت؟ يعني الريسبونس بتتعدى للستيدي ستيت فاليو وبعدين بتعمل دامبد اوستيليشنز وكل سايكل الماجنتيود بتاعها اقل من اللي بعدها لحد ما يستقر. يستقر بعد وقت قد ايه؟ الكلام ده كله رايحين ندرسه. الاسهل بقى في الدراسه بتاعتنا هو ان احنا نمسك الاول الاوفر دامبد سيستم. ليه؟
لانه الاوفر دامبد سيستم، هنشوف كده اوفر دامبد يعني الدامبنج ريشيو اكبر من الواحد. ما الكريتيكال دامبنج يعني الدامبنج ريشيو بتساوي، ناخد اول حاله الاوفر دامبد سيستم. حاله الاوفر دامبد سيستم نبص كده للشكل الريسبونس ده هنلاقي الاتي. اولا الكي دي اللي هي الفاينل ستيدي ستيت فاليو. انا عندي فيه ثلاثه كومبوننتس هنا، كونستانت بيساوي 1، وده اكسبوننشال فانكشن ودي اكسبوننشال فانكشن. علشان نوصل للستيدي ستيت لازم افتر فيري لونج تايم ده هيساوي 0، اللي هو الترم ده لازم يبقى بزيرو والترم ده لازم يبقى بزيرو. عشان ده لازم افتر فيري لونج تايم تنسي زيرو لازم بي 1 تكون نيجاتيف، ده ايضا لازم بي 2 تكون نيجاتيف. تعال نشوف ايه الحكايه هنا. اولا بي 1 بتساوي ايه؟ ماينس اوميجا ان في زيتا ماينس جذر التربيع زيتا سكويرد ماينس 1. If the system is over damped معناها ان زيتا اكبر من واحد، يعني وليكن مثلا 4، يبقى انا جذر التربيع ل 4 ماينس 1 هيبقى 1.72 حاجه زي كده. يبقى هنا زيتا بتساوي 2 في الحاله بتاع لو احنا عندنا الدامبنج ريشيو 2، يبقى زيتا ب 2، زيتا سكويرد ب 4، يبقى زيتا اكبر من جذر التربيع زيتا سكويرد ماينس 1، يبقى المقدار ده بقى بوزيتيف، يبقى الروت ككل بقى ايه؟ نيجاتيف. طب وهنا؟ قال لك هنا عندنا الدامبنج ريشيو ب 2 اكبر من 1، وهنا الجذر التربيعي ل 4 ماينس 1 بوزيتيف، الاثنين بوزيتيف، يعني اللي داخل القوس از بوزيتيف، يعني الروت بي 2 از نيجاتيف. فمعناها ايه؟ معناها الاتي، انه if the damping ratio is positive and less than 1 both of the roots p1 and p2 are negative. يعني معناها يبقى p1 negative p2 negative، يعني ال constant a1 the constant وال constant a2 مضروبين e to the minus AT A to the minus BT حيث A و BD أرقام موجب. يبقى إذا as T tends to infinity ده بيقول إلى صفر، ده بيقول إلى صفر، يبقى السيستم هيقول إلى إيه؟ إلى مقدار K اللي هو بيساوي K1 K2. تعالوا نراجع الكلام ده على الإكزامبل اللي إحنا خدناه في الماتلاب. بيقول الآتي، هناخد الإكزامبل ده هنا. قلت لي كده، إحنا دلوقتي اتفقنا على الآتي، إنه if the damping ratio is greater than 1 يعني اذا الريسبونس بتاعنا والابروتش اكسبوننشال انه بيساوي k في a1 e to the p1 t حيث p1 is a negative number a2 e to the p2 t حيث p2 is a negative number. يبقى as يبقى معنى كده انه هنوصل في النهايه للسيدي ستيت فاليو after long time، واللونج تايم اتفقنا ان دي حاله نسبيه، ممكن يبقى دقيقه دقيقتين 1 سكند 10 ملي سكند ديبندنج على النيتشر اوف ذا سيستم. وفي الحاله دي هنوصل الى ان واي بتساوي كي في 1 والكي بتساوي ايه؟ كي 1 كي 2. ناخد الاكزامبل بتاعنا ده هنقول الاتي، كي 2 ب 3 كي 1 ب 2 يبقى كي 1 كي 2 ب 6، يبقى الريسبونس هتستقر هتوصل للستيدي ستيت لما توصل رقم 6 اهو. ادي الريسبونس اهو وصل في النهايه لكام؟ ل 6 اللي هي كي 1 كي 2. معنى كده انه if the damping ratio is greater than 1 the system approaches exponentially the steady state value. وبعدين في حاجه هنثبتها بعد شويه بس تعال نشوفها دلوقتي اللي هي بتقول ايه؟ تعال نعمل ايه؟ زوم على الحته دي كده.
اللي فيها جامس ايه السكند اوردر، لو فاكرين حوارنا عن الفيرست اوردر اليمنت، هنلاحظ ان الريسبونس is tangent to the horizontal line at the origin. الفرق بيننا وبين الفيرست اوردر، الفيرست اوردر كان طالع بالشكل ده على طول، يبقى ما كانش تانجنت. وريته لحضراتكم واحنا بنناقش الفيرست اوردر. ارجو انكم ترجعوا للفيديو رقم 6 عشان تشوفوا الموضوع ده. يبقى اذا وصلنا للكونكلوجن انه if the second order system is over damped, then both of the roots of the characteristic equation P1 and P2 are real negative. Real negative لأن المقدار اللي تحت الجذر هنا positive، لأن ده أكبر من واحد، زيتا أكبر من واحد يبقى زيتا سكوير ده أكبر من واحد يبقى جذر التربيع رقم positive. وما دام قصدي بوزيتيف يبقى جذر التربيعي بتاعه ريال ما هوش ايماجينري، يبقى بي 1 وبي 2 ار ريال نمبرز، وبالتالي ان ذا سيدي ستيت هنوصل للفاينل فاليو اللي عندها واي ليميت اوف واي اس تي تنس انفينيتي بيساوي كي اللي هي كي 1 كي 2. هنا بقى بنلخص الكلمتين اللي قلناهم، بنقول احنا عندنا عدة حالات. If the damping ratio is greater than 1, the system is over damped. وبالتالي there is no overshoot. The system approaches exponentially the steady state value. بس كل ما كان الدامبنج ريشيو اكبر كل ما السيستم ريسبونس كان ابطا، لدرجه ان في بعض الحالات بنقول انه for great damping ratio لقيم عاليه من الدامبنج ريشيو السيستم بيبقى lazy، الاستجابه بتاعته بتبقى بطيئه، بيقال this is a sluggish system. معنى كده انه if the damping ratio is greater than 1 the system is over damped, no transient oscillation. لكن still the response is tangent to the horizontal line at the origin. واذا كانت الدامبنج ريشيو بتساوي 1 بنحصل على اسرع over damped response. يعني بنصل الى الستيدي ستيت فاليو في اقل زمن compared بالاوفر دامبد، والخط الفاصل بين الاندر دامبد والاوفر دامبد هو الرقم واحد. اما اذا كان السيستم الدامبنج ريشيو بوزيتيف يعني اكبر من الزيرو واقل من الواحد فبنقول ان this one is an under damped system في transient oscillations. واذا كانت الدامبنج ريشيو بتساوي زيرو السيستم بيبقى اوسيلاتري. نيجاتيف ما بنناقشهاش لان نيجاتيف معنى كده انه ذا سيستم از ان ستيبل. احنا خدنا الشكل ده دلوقتي سهل، وبعدين نشوف الايه حاله. احنا ايضا شفنا الفيجر دي، كل ما الدامبنج ريشيو بتزيد الريسبونس تايم او زمن الاستجابه بيبقى اطول. في حالة الـ over damped system عشان نعمل plotting أولا هنحسب، أول ما يجي لك الـ transfer function هتقول الآتي: What do you want? You want to plot the step response to an input step of magnitude what? أقول لك K2، K2 تبقى كام؟ 1 2 3 5 0.1 0.1 whatever. يبقى إذا K2 is the magnitude of applied step. والمين ترانسفير فانكشن بنجيب ثلاث بارامترز لانه الفيرست اوردر بتوصف بتو بارامترز K1 والتايم كونستانت، السكند اوردر K1 اوميجا ان زيتا جين ناتشورال فريكونسي دامبنج ريشيو. يبقى عندك اربع ارقام
عندك الاكسبريشن لبي 1 وبي 2، اي 1 واي 2 هنعوض نجيب بي 1 بي 2 اي 1 اي 2. بي 1 فور شور ده كان السيستم اوفر دامبد هتبقى نيجاتيف، بي 2 نيجاتيف، اي 1 كونستانت، اي 2 كونستانت زي ما يطلع. نعوض هنا لانك لازم تجيب ايضا كي بتساوي كي 1 كي 2 وتختار سيفرال بوينتس تحسب يعني تي 1 تي 2 تي 3 تحط النقط وتسكتش الريسبونس. طبعا بالماتلاب الامور اسهل بكتير، لكن احنا عارفين تفاصيل استنتاج الاناليتيكال اكسبريشن فور ذا سيستم ريسبونس. هنا اذكر حضراتكم احنا عملنا ايه. احنا جبنا الاول الاتي، الترانسفير فانكشن جي اوف اس اللي بتساوي واي على اكس، دي هنا اكس، يبقى معنى كده ان واي اللي هو الاوتبوت او اللابلاس ترانسفورم اوف ذا اوتبوت هيساوي جي اوف اس اللي هو المقدار ده كله الترانسفير فانكشن مالتبلايد اللابلاس ترانسفورم اوف ذا انبوت. اللابلاس ترانسفورم اوف ذا انبوت كي 2 على اس، هنعوض بكي 2 على اس مضروبه في جي اوف اس يطلع الكلام ده. نجيب البارشال اكسبانشن ونجيب الانفرس لابلاس ترانسفورم يطلع انه واي اوف تي. حصلنا على الاكسبريشن ده وير A1 و A2 P1 P2 are given by this expression. P1 و P2 جبناهم من القانون من S squared plus 2 زيتا أوميجا N S plus أوميجا N squared بيساوي 0. تطبيق القانون اللي هو عشان نجيب الروتس of the second order equation algebraic. و ال A1 وال A2 جبناهم وال B جبناهم من ال partial fraction expansion، فطلع عندنا الاكسبانشن ده وير K is constant, A1 is constant, A2 is constant, P1 and P2 are both real negative numbers في حالة الـ A الـ over damped system. يبقى خلصنا الـ over damped system. ممكن نبقى نحل examples عليه. أذكر إن في example إحنا عملناه على السيستم ده في التسجيل السابق. الكريتيكالي دامبت سيستم هناخد ابروتش مختلف شويه في التعامل معاه. ليه؟ نبص كده. اولا انا عندي الانبوت كي 2 على اس، ما فيش فيه كلام. ستيب اوف ماجنتيود كي 2. الدامبنج ريشيو بواحد، يبقى اذا البولينوميال دي اس سكويرد بلس 2 في واحد اللي هي زيتا في اوميجا ان، حطيناها في الشكل بتاعها. وبعدين فوق هيبقى عندنا كي 1 كي 2 اوميجا ان سكويرد، ده الشكل بقى العادي لما نضرب كي 2 على اس في السكند اوردر ترانسفير فانكشن وذ يونيتي دامبنج ريشيو. افكركم هنا لما الدامبنج ريشيو تبقى يونيتي يعني تبقى بواحد، بين الترانسفير فانكشن هتبقى ايه؟ K1 أوميجا N سكوير ده في البسط ما بدناش فيه حاجة، S سكوير بلس 2 زيتا بواحد يبقى بلس 2 أوميجا N S بلس أوميجا N سكوير. جينا هنا ضربناها في K2 على S بقت الآتي، الزيتا ما بقتش موجودة لأنها بقت واحد، هيبقى عندي النتيجة إيه؟ K1 K2 أوميجا N سكوير اللي هي K أوميجا N سكوير حيث K تساوي K1 K2 على S في S سكوير بلس 2 اوميجا ان اس بلس اوميجا ان سكويرد. ده في حاله الايه؟ الكريتيكال دامبنج. هنلاحظ ان ده مربع كامل، يبقى عندنا كي اوميجا ان سكويرد على اس في اس بلس اوميجا ان كل سكويرد. هنجيب البارشال اكسبانشن، وخلي بالكم ده له ابروتش خاص في حسابات البارشال expansion. يطلع لنا ده البارشال اكسبانشن بتاعه. ارجوكم اتمرنوا على البارشال اكسبانشن، ارجوكم ده مهم جدا. نجيب الانفرس لابلاس ترانسفورم، هيبقى كي في واحد ماينس اي تو ذا ماينس اوميجا ان تي ماينس، وده بقى لازم تروح لل لابلاس ترانسفورم تيبل
عشان تجيب الانفرسال باس ترانسفورم بتاعه. يطلع المقدار ده. المقدار ده هيدي لك زي ما قلت لحضراتكم اولا ما فيش اوسيليشن، ما فيش تريجونومتريك فانكشن، ما فيش ساينوسويدال فانكشن، ما فيش imaginary numbers في الباور بتاعت التي، وده اللي هنشوفه حالا. يبقى معنى كده ان السيستم بتاعنا والابروتش exponential steady state value without no